عسلامة. الله يسلمك. شو احوالك؟ الحمد لله. لاباس؟ ونعمة بالله. اغزلي، هو برنامجنا نحكيو على الواقع التونسي. الواقع نتاعنا حموم. خلينا نحكي لك، انا نتكلم وانت يمشي معايا في الخط. وانت تقول لي اي، فهمت؟ مش قاعدين نصوروا مرجلينا. مرجلين ولا مش مرجلين؟ قول لي من تو خلينا نفهم. توا. قول لي مرجلين ولا مش مرجلين؟ مرجلينا. انا نحكي نقدمك بطريقه وانت قولي باهي. باهي قول ايه. اللهم بارك لله. باهي قداش عندك؟ تمام باش نتكلموا امور بجاخو شيء. اي عسلامه مرحبا. هاي نبداو. كوبي اسمعني فيها تحول. هاي كوبي. يلا 1 2 3. اليوم بالضبط احدى سي محمد عمره 40 سنه. شبيه سي محمد؟ شبيه اقل صوت لفيت. عسلامة، معكم سي محمد. أنا قلت عمره 40 سنة، ريتو عمره 40 سنة، هو قال عمره 38 سنة بيه برش. سي محمد قال عنده 3 بيلات، وقال عنده 5 معامل هوني لهنا في بنزرت، قال البورتة ذي يملك البورتة ذي، وقال عنده قهوة لهنا، وقال إنه هو ما يحبش يبعد على بنزرت ويحب يعيش هنا. أكيد كيفاش سي محمد؟ الله راجل صاحبي سير ولا ليه سير ما تعيش قتلوه راجل تكون على روحه تبارك الله وخرى على روحه احنا حكوا عليك انت شمنا فيه هو صاحبي عاد كبير لوحه قسمت الورثة بين بعضكم قديش عندك من صغيرة انا عندي زوج بنيات وليد 38 سنه وقت جبتهم هذوما الدراري انت عمري 70 يا بنتي اطلع راي لا حول ولا قوه الا بالله عمري 38 سنه اي اخسر عم محمد انا نقدمك وانت قول لي لا هذاك عمك محمد وانا عمك عم مصطفى انا نقدمك وانت قول لي اي باهي هيا عاد عم مصطفى اخسر الناس يقول لك ما عندهمش مصداقيه باهي عم مصطفى لا لا عمره 40 سنة ايوه هو صغر في روحه قال عمره 38 سنة ايوه عنده 3 فيلات عنده 3 فيلات قال عنده 2 بنيات وعنده طفل كلهم في الخارج كلهم مأمنين لهم مستقبلهم كلهم بنين لهم فيلات لهنا في الكورنيش عم مصطفى قال انه هو يجي وسع في باله مع مجموعة من الفقراء كيف اصحابه اللي قاعدين هنا قال هذيك هي حياتي هذيك هي عيشتي شنو تحب تعلق عمو صفر؟ كلامك صحيح 1000%، ما عندي ما أعلق، هو بيت. الواقع التونسي عمو صفر. نعم؟ الواقع التونسي. الواقع التونسي؟ أي. ما تخزنيش ندخل عاد نبقى أخر عاد، باش تهزني الواقع التونسي باهي في قلب بعضه باهي. باهي في قلب بعضه باهي. فهمني؟ قلب بعض وباهي جاتني ورطة الضو 500 دينار يا ربي يخلي يشتاك جاتني 100-300 دينار عندي وتيل بلاص رد وانا ما كسبني دويرة شنو هي الحكاية الشتاك تعملوا له فهمتي حاجة فهموا معاه مجموعة الشتاك فهمتي ما همش نوتر ما همش عباد يخدموا على قاض السوناز هذا كذلك المعيشة اكترى فيها بنتي. قل لي عندك صغيرة تهجو. هجو وقسم بالله. حرقوا. لا بنتي قارين. قارين. قارين ومجمرة فيهم واحدة محامية دكتورة ديتا الثانية انجينير جيولوجي الثالثة خذيها باك وقالي ما عادش نقل. عندنا كان عندنا واحد عنصر بارز هنا في منظر استولى على أراضي الدولة. أملاك الدولة عملوا فيه تقرير وقالوا برمشي المحكمة. مشى يهدد فيها في بيروح قالت لي بابا ولا تونس عاد تبقى فيها انا هدد بنتك اي في بيروح هاك ربي جابك هزت وليدات هاك خسرنا عنصر احنا هنا في تونس 7 سنين بعد الباك تغيظك يعني انت الكفاءه المهنيه نتاعها والكفاءه التعليميه نتاعها ان هي زغلتها كندا في عذره تقعد لهوني لهنا في يا بنتي هم هدوها في بيروها هاي تهد في بيروها او كان عندك
الخناطق انا. جينا لهنا للجرد متربع على الكازويب. قسما عظما. ايش تحب نحكي لك؟ شنو تحب نحكي لك؟ ناكلوا في القوت ونستناو في الموت، توا جاتك علم. وثم ناس تدعم فيه. أما ربي موجود في الوجود. يعمل يوم تصيب تصيب، لما طلعش في الزبدة يطلع في الحليب. هاك طلع فيه بني. إلي أبيي شير زاد. خلص بالكامل. الخاروي إيش عمل لنا هنا لنا؟ إيش عمل لنا القروي في منظرة الحفرة هذي؟ بالرغم مولود فيها رب. جد على الجد على الجد. إيش عمل فيها؟ يعطيك صحة يا حاج. كلمة الختام شنو نحب تكون؟ ربي يهدي التواصل. وربي يصلح رايك. آمين. وربي خلينا قيس سعيد. وربي خلينا قيس الله ينجحك. الله يكون معاك. في السراء والضراء احنا معاك.